ما عارفينش فوقاش عند تسجلوا، فهمتي؟ يعني الناس كي تسجلوا حنايا كنعرفوا التسجيل من قبل القرايه، دوك كي دخلونا نسجلوا المواد ديال، فهمتي؟ يعني نسجلوا المواد ديالنا من قبل ما نتسجلوا، ما عارفينش فوقاش كاين التسجيل، كنسقسيو ما كيجاوبوناش، كنخافوا انها تكون مقاطعه بحال العام اللي فات. اش اصلا العام اللي فات على هادشي حنايا باش سقطنا بقوه المقاطعات وديك الشيء، حنايا باش سقطنا ما بقاتش عندنا كانت قرايه. الدخول كجول سائر الاعوام اللي فاتت كيبقى الاكتظاظ الاول، كيبقى ديك كاين بعض الوالدين كيكونوا متفاهمين مع وليداتهم مع الاداره، وكاين بعض الوالدين كيجيو كيضغطوا على الاداره، الضغط كيكون كما العاده. دابا هذيك حاجه عاديه، ولكن نتمنوا الله السلامه اللي يكونوا مستجوبين مع الاداره والوالدين كذلك، حيت حنا كانت يوم شي توقيت الاباء وحديتهم كيتكبوا علينا في اي ساعه، والتلامذ كيكونوا واعيين بهذه الساعه هذه، ما كيواعيوش الوالدين ديالهم بها، كيكون الاعلام في الباب. ونطلبوا من الله، نطلبوا الله هذا الوليدات هذو يجتهدوا مقاطعه الاساتذه، هذاك واجب ديالهم، راه هذاك عندهم حق الاضراب ديالهم. وفي نفس الوقت حنا كنتضامنوا مع التلميذ، التلامذ راه وليداتنا والاساتذه راهما عاود اطر ديالنا. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.